الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال. رحبوا معي اليوم باستاذ احمد صاحب مؤسسه في سبيس موتورز سبورت. اهلا مرحبا فيك مستر احمد. الحمد لله خير. بالاول اتشرفنا بمعرفتك ونحب نعرف. وهم احمد محمد رمضان وانا صاحب الورشه في سبيس موتورز سبورت. مستر احمد، ممكن تعرفنا امتى بدات في سبيس موتور سبورت؟ والله المكان جديد من 4 شهور الحين، بس قبل كنت شغال في الشارجه اكثر من 13 سنه، عندي ورشه وهني بدينا الحين الحمد لله من 4 شهور. ما شاء الله مستر احمد. ممكن تقول لنا شو الخدمات اللي بتقدمها في سبيس؟ في سبيس اكثر شيء عندنا الكاستم سيرفيس، يعني طبعا اشتغل على كل شيء، سبر سمكره ميكانيكي كارباي وفابريكيشن، كل شغله تقريبا عندنا موجود ما شاء الله الحمد لله. مستر احمد، ممكن تعرفنا ايه الشيء المميز بفي سبيس في ظل المنافسه الشديده الموجوده بنفس المجال؟ والله عندنا مخصصين نحن حق سيارات يابانيين، مثل السيارات اليابانيه القديمه مثل الكلاسيكي وهذا بدل هاي السيارات ما شاء الله. مستر احمد، ممكن تقول لنا ايه نظرتك المستقبليه لفي سبيس من دلوقتي كمان 3 سنين؟ والله نحاول نكبرها اكثر ونزيد الخدمات الاكثر حق الناس ان شاء الله باذن الله يا رب. نتمنى لحضرتك طبعا النجاح دايما يا رب. مستر احمد، في ظل الامن والامان الموجود بكل الامارات، طبعا احنا الدوله الاولى بالامن والامان، ممكن تقول لنا ازاي ده ساعد ان المستثمرين يعملوا يبنوا الاون بزنس بالامارات؟ ما شاء الله انا وافد من باكستان، بس الحمد لله انا عايش اني احس الامارات، يعني ما حد يكلمني ولا شيء، واشكر الشيوخ الامارات كلهم والحمد لله عم السلامه هني وبلدي دبي، يعني ساعدوني كثير 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 الحمد لله. نحب نسمع رسالة شكر طبعا من شيوخ الامارات هنا من مستر احمد. والله اشكر الشيخ محمد بن زايد الاحيان، الشيخ محمد راشد المكتوم، اشكر الشيوخ كل الامارات. واحنا من قناة ABC العربية نشكر كل القادة الاماراتيين هون بالامارات. شكرا مستر احمد. مستر احمد، حابين نعرف ازاي المشاهدين يتواصلوا بفي سبيس، المكان والرقم تواصل؟ هذا في دبي في المنطقة الطي قريب من خوانيج، ورقم موبايلي 054-555-1163. شكرا مستر احمد، انت كنت موجود بالقناة عندنا، شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي دوام الله.